ستبدو الأرض من الفضاء كما لو أن بها بثرة عملاقة في منتصف البرازيل تماماً، وبالعودة إلى الأرض ستندهش من ضخامة جبل أوليمبوس مونس، وهو أطول جبل في نظامنا الشمسي، والذي يصادف أنه بركان ضخم أيضاً. إذا كان هذا البركان المريخي العملاق يقع في أمريكا الجنوبية، كم سيكون ثورانه كارثياً؟ ولماذا لن نواجه زلزالاً أبداً بوجوده؟ ولماذا ستبدأ الحروب العالمية على هذا الجبل الملحمي؟ هنا قناة ماذا لو؟ وهذا ما سيحدث إذا كان أوليمبوس مونس موجوداً في أمريكا الجنوبية. حقائق عن جبل أوليمبوس: لا يوجد أي جبل آخر في نظامنا الشمسي يرتفع فوق ارتفاع 25 كيلومتر لجبل أوليمبوس مونس. ولفهم الأمر بشكل أعمق، يعتبر أوليمبوس أطول بمترين ونصف من جبل إيفرست، وهو ليس طويل القامة فحسب، بل هو أيضاً واسع جداً. على الأرض ستغطي قاعدة جبل أوليمبوس الإكوادور بالكامل، ولكن هنا المعضلة: حتى يتشكل بركان بهذا الحجم على كوكبنا الأرض سيحتاج إلى بعض التغييرات الكبيرة تحت القشرة الأرضية. في أعماق طبقة الوشاح الأرضي هناك مناطق ساخنة بشكل غير عادي، وتعرف هذه بالنقاط الساخنة. ترتفع بدءاً من هذه البقع الساخنة كميات كبيرة من الصهارة البركانية مخترقة القشرة الأرضية، وهذه هي الطريقة التي تتشكل بها البراكين. ولكن نظراً لأن قشرة الأرض تتكون من صفائح تكتونية متحركة، فإن البركان سيتحرك في النهاية بعيداً عن النقاط الساخنة التي شكلته، وبالتالي يتوقف عن التمدد. ولهذا السبب لا يمكن أبداً أن يتشكل بركان كبير مثل أوليمبوس مونس على الأرض التي نعرفها اليوم. ويرجع السبب وراء قدرة المريخ على إيواء براكين أكثر ضخامة هو أنه على عكس كوكبنا لا يحتوي على هذه الصفائح التكتونية المتحركة، مما يعني أن البراكين على المريخ لا تزال موجودة في الأعلى فوق البقع الساخنة وتواصل النمو. أزل الصفائح التكتونية من الأرض ويمكننا أن نشكل أوليمبوس مونس الخاص بنا. وعلى الجانب المشرق فإن عدم وجود صفائح تكتونية يعني عدم وجود زلازل على الإطلاق، ومن المحتمل أننا سنعيش في القارة العملاقة الأولى رودينيا، وذلك لأن الصفائح لن تتحرك وتقسم الأرض إلى قارات منفصلة كما هو الحال الآن. حالياً وعلى الجانب غير المشرق يمكن أن يسبب هذا البركان الهائل بعض الأضرار. كم من الوقت سيتبقى لدينا قبل أن تمطر السماء النار والرماد على البشرية جمعاء؟ ليست كل البراكين متشابهة، وقد تكون لدينا فرصة للنجاة من ثوران أوليمبوس مونس. لذا لا يجب أن تحكم على الكتاب من غلافه أو على الجبل من حجمه. أوليمبوس مونس هو بركان درعي، مما يعني أنه لا يقذف الصخور المنصهرة بشكل عشوائي مسبباً تدمير الكوكب في هذه العملية. فعندما تثور براكين مثل أوليمبوس مونس لا يكون عادة انفجاراً عنيفاً، حيث بدلاً من ذلك تميل إلى إنتاج تدفق ثابت وطويل الأمد من الحمم البركانية، وهذا خبر جيد. إنه من السهل تحديد تدفقات الحمم البركانية والتنبؤ بها وتجنبها، لذا لن يكون هناك نهاية كارثية عند انفجار أوليمبوس مونس، وقد لا يكون له تأثير كبير عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ، وذلك لأن البراكين الدرعية لا تطلق الكثير من الغاز أو الحطام. فمن حسن حظك ومن أجل تحسين الصفقة لن يثور أوليمبوس مونس اليوم، حيث كانت المرة الأخيرة منذ حوالي 20 إلى 200 مليون سنة مضت، ولن يكون أداء الديناصورات جيداً، حيث من الممكن أن يموت الكثير منها نتيجة الانفجارات البركانية المستمرة. ولكن انتظر، هناك المزيد. من خلال العيش بالقرب من أوليمبوس مونس يمكن أن يجلب لك الكثير من المال، وذلك لأن الأرض المحيطة بقاعدة هذا البركان الكبير ستكون غنية بمعادن الصهارة البازلطية بما في ذلك المغنيسيوم، وهذا من شأنه أن يحسن بشكل كبير من نوعية التربة الزراعية. حان الوقت للدخول في الأعمال الزراعية. الطاقة الحرارية الأرضية، جيوحرارية. هذا ليس كل شيء،
فحتى لو كان البركان نشطاً فإنه سيولد الطاقة الحرارية الأرضية تماماً مثل بعض المدن في الولايات المتحدة، حيث يتم حالياً توليد الكهرباء من البراكين الأصغر حجماً، ويمكنك المراهنة على أنها ستكون منطقة جذب سياحي على مدار العام. ولكن الآن عليك تأجيل جولة النصر الخاصة بك، حيث قد يجلب أوليمبوس مونس الأرضية بعض المشاكل معه، وعلى وجه الدقة هي مشاكل من صنع الإنسان. تنتج البراكين موارد طبيعية مثل الماس والذهب والنيكل، ومن الطبيعي أن تشهد دول أمريكا الجنوبية التي تتقاسم أجزاء من أوليمبوس مونس زيادة حادة في الثروة. وكما أظهر التاريخ فإن الصراعات العنيفة والمدمرة على هذه الموارد ستكون حتمية، تماماً مثل ما غذى الأملاس الحروب الأهلية في أفريقيا والتي استمرت على مدى عقد من الزمن وخلفت آلاف القتلى. سوف يتفاقم تاريخ أمريكا الجنوبية الطويل والمليء بالاضطرابات الاجتماعية والسياسية بسبب كنوز أوليمبوس مونس، حيث يمكن أن يتدفق الدم بشكل أكثر شيوعاً بكثير من الحمم البركانية. لذا احتفظ بأوليمبوس مونس في مكانه على المريخ حيث ينتمي، وإن كان هناك أي شيء آخر فأنت بحاجة إلى الحذر من البركان الهائل في متنزه يلوستون، والذي من المؤكد أنه نشط ومن شأن ثورانه أن يجعل التنفس خطيراً جداً. ولكن هذه قصة أخرى من ماذا لو؟ إن البركان الهائل الذي في حال انفجاره سوف يبيد أمريكا الشمالية بالكامل ويسبب الموت البطيء لأكثر من نصف سكان العالم بدأ في الاستيقاظ. هل يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك؟ في البداية دعونا نحدد ما معنى كلمة بركان هائل أو سوبر فولكانو. إنه يختلف عن البركان العادية والذي يكون على شكل مخروطي وله فتحة. إنه توتر عظيم في منطقة الانفجار ويغطي بضع آلاف الكيلومترات المربعة. فمثلاً انفجار البركان الهائل على الجزيرة الإندونيسية سومطرة سبب هطول أمطار كبريتية لمدة 6 سنوات. أضف لذلك الغيوم البركانية الكثيفة التي عزلت الشمس لبعض الوقت، وسوف تحصل على صورة مشابهة للشتاء النووي. إن البركان العظيم لم يترك إلا 10,000 شخص على سطح الأرض، والآن هناك تهديد بانفجار بركاني آخر. هناك بركان ضخم في حديقة يلوستون الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى ارتفاع 2500 متر، وحتى الآن يعتبر ذلك البركان في ثبات عميق. في الخارج فإن حديقة يلوستون الوطنية مغطى بمناظر طبيعية خلابة، بينما في الداخل فإنها مليئة بالحمم الملتهبة. لآلاف السنوات كانت الحمم البركانية تملأ مناطق عديدة في باطن الأرض، والصخور المسالة أصبحت كثيفة جداً لدرجة أن الغازات البركانية التي تسبب حدوث انفجار في البراكين الشائعة قد هربت. وبالتالي فإن الضغط الهائل الناتج من الحمم المنصهرة الموجودة تحت القشرة الأرضية يجعل القشرة تبدأ في التضخم، ويستمر هذا لمئات الآلاف من السنوات حتى تنفجر القشرة الخارجية. وطبقاً للبيانات العلمية فإن متوسط المدة بين الانفجارات البركانية الهائلة حوالي 600,000 سنة، وبناء على ذلك نحن على وشك أن نشهد الطوفان القادم. في الأصل كان العلماء يعتقدون أن ذلك سوف يحدث عام 2075، ولكن في صيف 2003 بدأت بعض الأحداث الغريبة تحدث في حديقة يلوستون الوطنية. ارتفعت درجة حرارة الأرض لدرجة الغليان، وظهرت العديد من الشقوق التي أطلقت غازي كبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون، واحتوت الحمم البركانية على غازات بركانية. هذه العوامل قادت العلماء للاعتقاد بأن الحمم البركانية هربت من حجرتها وتصل لسطح الأرض بسرعة قد تضاعفت عدة مرات. ونتيجة لذلك فإن الوقت المتوقع للبركان تغير ليصبح في خلال 50 عاماً القادمة. فعندما تكون الحمم البركانية على بعد 10 كيلومترات فقط من فوهة البركان الهائل فإنه من المبكر جداً القلق حيال الأمر. ولكن بمجرد أن ترتفع المسافة ل2 أو 3 كيلومترات سوف يكون لدينا أسباب حقيقية للقلق، ولدينا هذه الأسباب حالياً. في عام 2003 تم غلق نبع نورس للمياه الحارة للسياح بسبب ارتفاع النشاط البركاني وارتفاع درجة حرارة المياه. في عام 2006 وجد أن أرضية الحديقة ترتفع بمعدل 10 سنتيمترات في العام.
وفي الرابع من مارس عام 2014 طالب البيت الأبيض وكالة الجيولوجيا الوطنية بمنع الوصول لمعلومات حول الزلازل وانبعاث الغازات. وفي مارس 2014 قامت الأيائل وحيوان الثور الأمريكي بهجر الحديقة. وفي إبريل 2014 ارتفعت درجة مياه البحيرة لتصل لعشرين درجة مئوية. وطبقاً للعلماء فإنه في حالة الانفجار سوف تكون الصورة أكثر درامية من نهاية العالم، حيث ستبدأ بارتفاع أرضية حديقة يلوستون الوطنية بشكل مفاجئ وتبدأ في الانصهار. وعندما يسبب الضغط الهائل انفجار الحمم البركانية فإن الفوهة الناتجة سوف تنتج آلاف المترات المربعة من الحمم والتي ستشبه عموداً من النار. سوف يكون الانفجار مصحوباً بزلزال ضخم وتدفقات كارثية من الحمم البركانية تنتشر بسرعة مئات الكيلومترات في الساعة. سوف يستمر الانفجار لعدة أيام، ومع ذلك فإن البشر والحيوانات سوف يموتون، ليس من الحمم البركانية والرمادة، ولكن بسبب الاختناق والتسمم الناتجين عن استنشاق غاز كبريتيد الهيدروجين. وبذلك فإن الرياح في المنطقة الغربية من الولايات المتحدة سوف تكون مسممة للغاية، حتى أن أقوى البشر لن يحتمل لأكثر من 5 إلى 7 دقائق. الباحثون لا يتحدون حقيقة أن عملاق حديقة يلوستون سوف يسبب العديد من الانفجارات البركانية العادية حول العالم، والأكثر من ذلك فإن انفجار البراكين الموجودة تحت سطح البحر سوف يسبب العديد من موجات تسونامي والتي سوف تغرق المناطق الساحلية وجميع الجزر. وما بعد ذلك يمكننا أن نطلق عليه الشتاء البركاني. إن مجلس مستشاري العلوم والتكنولوجيا الخاص برئيس الولايات المتحدة أوضح أنه سيكون من المستحيل إنقاذ السكان بالكامل، وقبل الانفجار بعدة أشهر سوف يتم إخلاء العلماء والرجال العسكريين وخبراء التكنولوجيا وفاحشي الثراء. لن يتمكن الأثرياء من الهرب نتيجة لعدم وجود مكان كاف على قارب النجاة، وحتى الآن هناك بعض الأثرياء يتخلصون من ممتلكاتهم وينتقلون للنصف الشرقي من الكرة الأرضية. قارب النجاة هذا من المحتمل أن يكون دولة ليبيريا الأفريقية. هذا هو المكان حيث سيحاول ركاب القارة النجاة لعدة سنوات في خنادق تحت الأرض. إذن متى ينفجر البركان الهائل بالضبط؟ العلم عند الله، إلا أنه سيكون منظراً مهولاً. هل تعلم كيف تنجو من انفجار بركاني هائل؟ اكتب إجابتك في التعليقات بالأسفل، وإذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب واشترك في قناتنا، هناك العديد من الأشياء الشيقة بها. يخرج علينا المنجمون والعرافون كل عام بقصص مختلفة لنهاية العالم، وكثيرا ما يخطر على بالنا مثل هذه الأفكار على الأقل مرة واحدة في حياتنا، وعامة جميعها ترتبط بنهايات مخيفة مثل ثورة بركان هائل وحتى حرب نووية. ولكن ما الذي يحدث إذا اجتمعت قوتان عظيمتان معا؟ على سبيل المثال إلقاء قنبلة نووية في فوهة بركان هائل، وهي تبدو فكرة مجنونة ومستحيلة، وحتى أنه لا يتجرأ أي بلد للتخلي عن سلاحها النووي من أجل تفجير بركان، أو ربما فعلت لكن من أجل صالح البشر. مثل هذه الحالة حدثت في تاريخ البشرية، حيث قصف عمدا بركان من أجل إبعاد الحمم البركانية عن المدن. في السبعينات قرر علماء أمريكيون بالاستعانة بسلاح الجو الأمريكي لقصف أكبر بركان في العالم مونالوا، وبالرغم من 3 محاولات من الضربات النووية لتحويل مسار الحمم لم تتوج العملية بالنجاح بسبب الانبعاثات المتوهجة من البركان، وسارت الحمم مباشرة إلى المدينة رغم أنف الجميع. لكن ما الذي سيحدث إذا قرر شخص ما تكرار التجربة؟ وما الذي سوف تؤدي إليه؟ وما هي فرص بقائنا على قيد الحياة؟ أولاً، في حالة إلقاء القنبلة على بركان عادي الذي في العادة يكون على قمة جبل وذو شكل مخروطي، لن يتأثر النشاط التكتوني للبركان، والبركان سيظل خامداً مع بعض سحب دخان تنبعث منه، وسيبدو مثل فرن بدائي في قرية. لكن بالطبع لن يمنع هذا الإشعاعات نتيجة لضربة نووية، والسبب في ذلك هو نصف قطر انفجار القنابل النووية القوية
أنه صغير بما يكفي للوصول لخزان البركان. فمثلاً القنبلة التي ألقيت على ناجازاكي عام 1945 كان نصف قطر انفجارها 200 متر. وعلى سبيل المثال جبل سانت هيلين، إلقاء قنبلة نووية عليه يمكن أن تدمر القنبلة الفوهة فقط، لكن إن ألقيت القنبلة وقت ثوران البركان فاحتمال ظهور التأثير سيكون أعلى بكثير. وإذا ما ألقيت قبل انفجاره بساعة مثلاً سوف تسرع عملية الانفجار أكثر من المعتاد. أما إذا تم قصف بركان فائق الذي يختلف عن المخروطي العادي الموجود على قمة جبل، وعادة ما ينتشر تحت طبقة رقيقة من الأرض على مساحة شاسعة وينبض بالصهارة الحارة في أراضي هذا العملاق الذي يمكن أن يستوعب العديد من البراكين. ومع ذلك من غير المحتمل أن توقظ قنبلة نووية بركانا فائقا، لأن مركزه يقع على عمق 8000 متر. ومهما تكن لحظة إلقاء القنبلة في أثناء انفجار إحدى هذه البراكين، وهذه أيضا لحظة نادرة لا تحدث إلا كل 17000 عام، ولكن على كوكب الأرض يوجد 20 بركانا فائقا، فمن الممكن أن يقرر أحدها أنه حان وقت استيقاظ جديد يبدأ نشاطه في تلك اللحظة. وطبقا لبعض القواعد الحسابية البسيطة، ربما يبدو أن حضارتنا محظوظة بشكل لا يصدق، حيث في الآونة الأخيرة بدأ بركان يلوستون في الولايات المتحدة بإظهار بعض النشاط، وحتى أن علماء الزلازل في هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية يربطون بين الزلزال الذي ضرب ولاية أيدهايو وحيل هذا المارد النائم. وفي شهر يناير سجل المسح الجيولوجي للمنطقة حوالي 108 هزات أرضية ارتدادية في أكثر الأماكن سخونة من البركان على عمق 2 كيلومتر من التربة. ولكن وفقاً لحسابات العلماء الأمريكيين من غير المحتمل أن توقظ قنبلة عادية هذا الوحش. لكن ماذا في حالة ملكة القنابل الأسطورية قنبلة القيصر التي يعتقد العلماء أن قطر تدميرها يصل إلى 3000 متر؟ وفي حال إلقائها في البركان فيمكنها تهشيم سطح البركان مثل حبة جوز الهند، وستكون قادرة على إيقاظ هذا البركان المدمر ويبدأ بإلقاء الحمم البركانية. وهذه اللحظة يصفها الدكتور روبرت أندروز وهو عالم براكين من نيوزيلندا أنه في الدقائق الأولى ستبدأ صورة جميلة لآلاف الطيور التي هجرت أعشاشها القريبة من البركان والتي انطلقت مرة واحدة ترفرف بأجنحتها البيضاء في السماء، نتيجة لأنهم سيكونون أول من ينتبه للخطر، وسوف ينبثق من أحشاء البركان تيارات النيران مباشرة إلى السماء. أما السماء ستبدو للوهلة الأولى مكسوة باللون الأحمر، لكن بعد انكسار الهواء الساخن ستظهر جميع ألوان قوس قزح في السماء، ثم تبدأ الألعاب الشيطانية النارية في ملاحقة الطيور بسرعة لتحولهم إلى طيور نارية متوهجة في السماء. ثم يبدأ البركان في قذف الحجارة السوداء محولا عالمنا الجميل في لحظة إلى جهنم حقيقية. صحيح أن هذه الأحجار لن تذهب أبعد من حديقة يلوستون، لكن تدفقات الحمم الساخنة سترجع درجة الحرارة إلى 400 درجة مئوية، وسوف تكتسح مساحة 10000 كيلومتر. ومع درجة حرارة كهذه سيصبح البشر شواء وهم أحياء، ووفقا لتقديرات سيهلك حوالي 200000 شخص، وسوف ترتفع إلى الغلاف الجوي سحابة قاتلة من الرماد البركانية على ارتفاع 50 كيلومتر، وجزيئات الرماد ستكون صغيرة، وحتى القماش الشاش أو الأقنعة لن تجدي نفعا مع هذا الرماد الذي سيخترق الرئتين، كما أنها ستتحد مع الوحل وتتصلب، بالإضافة إلى أنه بفضل إشعاعات القنبلة النووية يصبح الرماد مشعا بعد شهر من هذه الكارثة، وستختفي الأشعة على الأرض بسبب السحابة. حينها يبدأ شتاء نووي على الكوكب، وتنخفض درجات الحرارة إلى 50 دون الصفر في أجزاء كثيرة ومختلفة من الكوكب، وكنتيجة حتمية لغياب الشمس سوف يدمر الغطاء النباتي للأرض، بالإضافة إلى صعوبة التنفس بسبب الغلاف الجوي الملوث. لكن الأسوأ لم يأتي بعد، ثورة البركان سوف تجلب معها سلسلة من الكوارث الطبيعية بشكل لا يصدق،
والأعاصير المدمرة والتسونامي، بالإضافة إلى زلازل قوية ستدمر المحطات النووية وبالتالي سلسلة جديدة من البراكين المبعثرة حول العالم، وسيتغير شكل الكوكب جذريا نتيجة لهذه الانفجارات والكوارث. ومن المحتمل أن تغرق أمريكا الشمالية تماما وتصبح أطلانتس القرن الحادي والعشرين. لكن ماذا لو لم يكن كل هذا صحيحا؟ في الحقيقة أقوى قنبلة نووية في العالم لن تستطيع أن تسبب انفجار بركان فائق على حد زعم عالم الزلازل فاليري روزيتش، وهو متأكد من أن الانفجارات حتى على أعماق كبيرة لن تسبب كارثة، بل سوف تتسبب في تحريك القشرة الأرضية محدثة بؤرا زلزالية، مما سيكون مفيدا في تصريف الصهارة المتراكمة إلى نواة الأرض بطريقة آمنة. وقد أجرى العالم من قبل دراسات أولية على بحيرة بايكال، وهو سعيد جدا بالنتائج ويؤكد أنه في حال حدوث انفجار لن تكون نهاية الحياة على الكوكب. لكن الحقيقة الكاملة لن تؤكدها دراسة أجراها عالم واحد، ومعظم العلماء يعتقدون أن الكارثة الحقيقية ستأتي من بركان انفجر قبل 74 ألف نسمة، وهو بركان توبا في إندونيسيا على جزيرة سومطرة. ويعتقد أنه بعد وقوع الكارثة تسبب على الأقل في 10 سنين شتاء بركاني للأرض، وحتى عصر جليدي يستمر لمدة 1000 عام، مما سيضع حياة البشر على المحك في حال انفجاره، وربما حتى يتسبب في تغير الجينات الوراثية بسبب الانخفاض الحاد في عدد السكان. لكن عالم الأنثروبولوجيا مايكل بيترول من جامعة كامبريدج بعد عدة دراسات توصل إلى نتائج مفادها أن عدد السكان لن ينخفض بشكل حاد، كما أن علماء ألمان بقيادة كلوديا تلمياك وضعوا نموذجا للثوران، واتضح لهم أن الانخفاض في درجات الحرارة لن يكون أكثر من 2 أو 3 درجات، وسيصبح الغلاف نظيفا خلال 23 عام. وبما أن الغلاف الجوي للأرض كبير جدا بدرجة لا يستطيع رماد البركان تغطيته تماما، لكن في البداية سيكون الهواء قذرا جدا، وسيكون على سكان الأرض الحياة في الملاجئ أو حتى سراديب الموتى تحت الأرض، حال توفر المواد الرئيسية للحياة من الطعام والمياه بكميات كبيرة. وربما خلال 1 أو 2 يستطيع البشر الخروج، ومع حلول الوقت الذي سيمتص الغبار البركاني كل الملوثات بالكوكب الذي سيتحول إلى معادن حقيقية، الهواء نظيف والمياه نقية وصافية جدا، حتى أن النفايات البركانية ستضيف كمية مذهلة وغير مسبوقة من البوتاسيوم والفوسفور للتربة، سينتج عنها غطاء نباتي رائع، وسوف تتحول الحقول إلى مائدة غنية بالحبوب والغذاء بكميات كافية ليس فقط للبشر لكن لكل الكائنات الحية، بالإضافة إلى وفرة في الكائنات التي تعيش في البحار، وكل ما تحتاجه قريب منك، يكفي أن تخرج إلى الحقول لتحصل على وجبة رائعة من الحبوب والفاكهة، وسيكون على مائدتك أفخر أنواع الأسماك البحرية المتوفرة بكميات هائلة. أما اللحوم ستوفرها الحيوانات الكثيرة التي ستكون في المراعي القريبة منك، وحتى الحضارة أيضا ستعود للظهور وتقفز قفزة كبيرة تصل إلى ذروة غير مسبوقة في التقدم. لكن هل هذه التوقعات المفرطة في التفاؤل حقيقية؟ هل نحن مقبلون على جنة؟ بالطبع لا، فأغلبية العلماء يعتقدون أن انفجار بركان يلوستون بقنبلة ذرية سوف يؤدي إلى هلاك 95% من البشر ودمار الحضارة الإنسانية. سيكون الأمر مثل تحرير مارد من زجاجة، وهناك من يعتقدون أن كابوس اندلاع يلوستون هذا مجرد خيال علمي. لكن أي الطرفين على حق؟ الله.